رمضان ديال هذا العام غيكون مختلف بزاف، ما حسيناش بديك الاجواء الخاصه ديالو. بالنسبه للحلويات الرمضانيه درنا شويه على قدر المستطاع. الوالده ديالي كانت مصره على انها تصاوب شباكيه وتصاوب صفوف، وبالنسبه لباقي المواد الغذائيه سنتعامل كيف ما تعاملنا منذ البدايه ديال الحجر الصحي. ما حضرتش حتى حاجه الصراحه، وخفت لبالي ندير شي طلبيه برا مع هاد الاجواء ديال كورونا. فالحمد لله نحن في اتم الاستعداد لنصلي مع ابنائنا في بيوتنا. غنفتقد في رمضان الكريم هو اللمه العائليه ديال الاسره الكبيره ديالنا من الجدين والاخوان والاخوات ديالي. غنفتقد اقبال شديد على الاسواق الشعبيه ومشهد الازدحام اللي كيكون في هذيك الاماكن، والناس كيتلاقاو جي عندي نجي عندك، لي فامي كيتلاقاو مع بعضياتهم، الجيران مع بعضياتهم، كيتبادلوا لي بلاي لي غوسيت، داك الصينيه ديال الماكله اللي كنتي كتحط في قدام الباب اللي جا كيفطر. بقى فيا الحال بزاف حيت رمضان بلا تراويح ما كتحسش بديك الطعم ديال رمضان. ذلك التضرع الصافي من كل هواجس وهموم كان يميز هذا الشهر على عكس هذه الظرفيه. غنفتقدوا بزاف داك السمر الليلي اللي كيكون من بعد الافطار، خاصه الجلوس في المقهى ولا لعب كره القدم. دعائم ديال رمضان اللي كانوا كيخليوك تقول هذا هو رمضان ما غاديش يكونوا هذا العام.